وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن شابا فلسطينيا طعن 3 إسرائيليين، إصابة أحدهم حرجة في مدينة ريشون لتسون جنوب تل أبيب قبل أن يتم اعتقاله. وفي حادثة أخرى استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخر قبل أن يعتقل شمال جنين في الضفة الغربية. وادعت السلطات الإسرائيلية أن شابين فلسطينيين حاولا طعن جندي على حاجز الجلمة شمال جنين قبل أن تطلق النار عليهما.